التك المثالي، المراقبة حاضرة مرفوعة بالفعل الرأسية الآن، ولكن تصطد خطرة. جول النصراوي، هدف التعادل النصراوي عن طريق ماركو بريشانو. تسديدة قوية، تسديدة صاروخية، تصطد في أحد لاعبي عجمان وبالتالي في المرمى، هدف التعادل 1-1 الآن. جول نصراوي عن طريق الأسترالي ماركو بريشانو. تسديدة قوية، يستمر في تسجيل الأهداف، يستمر في تسجيل الأهداف. راح نشوفها بالإعادة، هي ضربة ركنية اصطدت وتهيأت إلى بريشانو، بعد ذلك قوية في جسم اللاعب سالم عبيد، وفي المرمى هدف التعادل للنصر، هدف التعادل للنصر. 1-1 الآن، 1-1 الآن، ووالتر زيكا يتنفس صعوده للكرة.